إلى مدينة الدهب محافظة وادي الجديد، وما يتم من إنجازات عظيمة بدأ باستصلاح القاعدة في محافظة وادي الجديد على مسار السد المحافظ نحو 650,000 فدان في السنوات الأخيرة في نقلة حيل مسبوقة شاهدناها بأعيننا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يوفق سيادة الرئيس ودولتنا لكل خير. حياة إنجازات في كل مكان أينما توجهنا نلمس هذه الإنجازات بعيننا. الأمر الآخر فيما يتصل بإعمار المساجد، الحقيقة أنا بوجه دعية خاصة لسيادة اللواء أركان حرب محمد الصندوق على ما يتم في محافظة وادي الجديد بالتعاون فيما بيننا منذ يعني سنوات قليلة تم افتتاح هذا المجمع، وإن شاء الله بإذن الله سنبدأ خلال هذا العام بإذن الله قبل نهاية العام الحالي في أكبر مجمع إسلامي في محافظة وادي الجديد بإذن الله تعالى على مساحة 10,000 من بمدينة الحاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا حابب الشكر أولاً لله عز وجل، والحقيقة سيادة المحافظ اختار أفضل قطعة أرض وفق المواصفات المطلوبة بمواصفات محددة، لأن هذا المسجد هو نموذج يتم تنفيذه في جميع محافظات مصر، لكن إلى الآن فقط المحافظات التي تعدت الأرض المطلوبة خمس محافظات، تنتمي محافظة منها محافظة وادي الجديد، ولو أي حد نزل القاهرة في الألف منطقة ألماظة بيتم النموذج الأول، وهو نموذج موحد على مستوى الجمهورية في عواصم المحافظات. طبعاً اليوم فتح مدار المناسبات وكان في لفتة طيبة من سيادة المحافظ اللي مخصص القاعة بأسماء أبنائنا الأئمة الذين لقوا ربهم، إن شاء الله نحتسبهم في الشهداء لأنهم كانوا في طريقهم إلى عملهم وأداء رسالتهم، فنسأل الله أن يتقبلهم ويوسع عملهم وأن يسكنهم في سيح عملهم. الحقيقة منظر اللي ده سعيد بيه وذكرني المنظر، كنا في محافظة شمال سيناء وسيادة اللواء عنده في القرية قال لي تعالى احنا عاملين داخل المسجد مكان محفوظ القرآن الكريم، وانا كان توقعي في وسط شمال سيناء لو انا لقيت 30 طفل او 50 طفل هيبقى شيء، يعني انت عارفين طبعا طبيعة المساجد البدوية والتباعد بين المساجد، فلو القرية فيها 50 60 طفل ده كنت اخر. حقيقة شفت منظر الى الان ما زال في ذاكرتي لم يتغير، كان الموجودين كان ساعتها 600 طفل قاعدين على الناحيتين، يعني جامع حسين 300 طفل في منظر لا يفارق السن ابدا ولا يوسع، وصل الان الى 1300 طفل. تخيل في وسط شمال سيناء لم يكن 1300 طفل في قريه واحده تحت سلطه الدكتور ضياء زمان. طبعا لما كنت في وزاره التعليم يعني شاهد النموذج المشابه لهذا، طبعا كنت بنحن وبنبذل يرتبط بالمسجد وبالقران، نحن في بركه بيوت الله وفي بركه القران، وده اكبر دليل اللي بناكد دايما ان مصر بلد القران وصدى، وبلد الايمان وصدى، وبلد عماره المساجد وصدى باذن الله تعالى.